السلام عليكم. بزاف ديال الطلبه في الديبارتمون ديال لونغلي تيسولوا على شنو هما التوبيكس اللي غادي يقدروا يخدموا بهم سواء في الاجازه سواء في الماستر سواء في الدكتوراه البحوث ديالهم. اذا هاد الليست هذه دونك تتحسبي على بعض الاقتراحات، يعني كاين اكثر من 10 ديال الاقتراحات في المجال ديال ابلايد لينغويستكس. كما تنعرفوا هنا التخصص ديال واش دير ابلايد لينغويستكس لينغويستكس ولا كالتشر ولا ليتيرتشر تبدا من العام الثاني، يعني في الاخر ديال العام الثاني الطلبه تيختاروا اش من ستريم غادي يديروا، وبالتالي السؤال اللي تيجي للبال ديالهم هو شنو هو الموضوع اللي يقدروا يختصوا فيه وشنو هو الموضوع اللي اكثر من ذلك عنده افاق في المجال المهني، ولا حتى الا كانوا غيديروا مثلا ماستر ولا دكتوره دونك اشنو التوبكس اللي قبولين. دونك في هاد الليست هادي حاول نجمع بعض يعني المواضيع اللي هما مرتبطين بابلايد لينغويستكس. دونك هنا غنعطيكم اقتراح، نتوما شوفوا التوبيك اللي تلائمكم من ناحيه ديال الوقت ومن ناحيه ديال السكيلز اللي عندكم باش تخدموا عليه. اذا اول توبيك هي the effectiveness of inductive and deductive approaches in learning grammar among Moroccan EFL learners. جوج نقاط ونختاروا الكيس اللي فين غادي دير الستادي ديالك. دونك هنا the effectiveness of inductive and deductive approaches، هادو جوج ديال الطرق ديال تدريس الجرامر النحو. دونك كاين واحد الكونتروفيرسي على اش من طريقه اللي فعاله، واش هي الطريقة اللي تتسمى الانداكتيف دي سنعطيو فيها مثلا يعني الاكزامبلز وتنجيهم وتنحاولو نجبدو القواعد، ولا الديداكتيف اللي سنعطيو القواعد وتنحاولو نجيبو اكزامبلز. هادشي اللي كاين. دونك اش من وحدة اللي فعالة غادي نديرو دراسة باش نعرفو هاد القضية فيما يخص يعني المغاربة. دونك حيتاش غادي تسيبو دراسات اخرين، تسيبوهم في مجالات اخرين وفي سياقات اخرين، ولكن هاد الدراسة هادي غادي تكون الريسيرش كاب ديالها انه ما تماتش، يعني بعض الدراسات في هاد الكيس هادي وانتوما تحاولوا تادريسيو هاد الريسيرش كاب. دونك في التوبيك الثاني هي the effectiveness of translation learning vocabulary among Moroccan EFL learners. اشي حاجة as case study. تا الترانزليشن تا هي واحد debatable issue، كي اللي تيقول لك خصنا نستخدمو الترانزليشن في التعليم، كاين اللي يقول لك لا خصنا نستخدمو غير فور اكزامبل هذيك الانجليش از اكسكلوزيف واي اوف تيتشين. دونك كاين واحد الكونتروفيرسي ولكن ما عارفينش الافكتيفنس ديالها. دونك هنا غادي تاخذوا واحد الدراسه اللي غتكون اكسبيريمنتال يعني تجريبيه اللي غيخدم مثلا في الماستر ولا في الدكتوراه. دونك هذه غادي تكون خدامه عليه مزيان، غادي يكون فيها الكونترول جروب اللي غادي تتعلم عادي باللونجلي، وكاين الاكسبيريمنتال جروب اللي غادي يتعلم بالترانزليشن وديروا له البري تيست والبوست تيست باش تشوفوا شكون من هاد لي جروب جوج تعلم الفوكابولري احسن. واش الجروب اللي تعلم باللونغلي فقط مثلا ولا الجروب اللي تعلم بالترجمه؟ واش كاين شي ستاتستيكلي سيغنيفيكانت ديفرنس بين هادوك الجروبس، يعني كاين اختلافات في السكورز اللي غادي يجيبوا في البوست تيست. دونك هنا هادي طريقه. topic tilted use of pre-while and post-reading activities in teaching reading in Moroccan high schools. يعني teaching ديال ال 4 skills اللي هما listening, speaking, reading and writing. دونك هذه هي الطريقة اللي تقدروا تخدموا في أي skill، دائما تنخدموا بهذا pre-while and post، وتيكونوا activities في كل stage موزعة على ديك 60 دقيقة ولا 45 دقيقة ديال التعلم ديال في ساعة. دونك هنا عنده علاقة teaching اللي باغي يمشي في teaching أكثر واللي باغي يديفلوبي راسو هنايا. دونك موضوع اللي غادي يخدم فيه على التوبيك او ميم طون غادي يخدم على يعني انه يتعلم شويه الديداكتيكس ديال تيتشين انجلش. دونك التوبيك الرابع هي public speaking in higher education in Morocco English department in كذا university as case study. ديما تناخدو اليونيفرسيتي ككيس. دونك هنا كما تعرفوا public speaking هي واحد important soft skill اللي عليها دابا اقبال كثير، وغادي تفتح ابواب بزاف انك تهضر اون بيبليك. ماشي سهله، راكم شفتوا الحاله ديال الانتخابات كشي وحدين كيفاش تيهضروا. دونك تتبقى البابليك سبيكين هي اللي تتلعب دور في النجاح والفشل ديال الانسان. دونك البابليك سبيكين هنا غادي ندرسوه في الهاير ايديوكيشن ان موروكو، نخدموا على الكيس ديال انجلش ديبارتمنت. كما تعرفوا كاينين دي موديل
يعني كيفاش يتقرا البابليك سبيكينغ، شنو هما الاكتيفيتيز اللي تيداروا، كيفاش يعني نطوروا من البابليك سبيكينغ سكيلز ديال ستودنتس، كيفاش مثلا تيتشرز ديال البابليك سبيكينغ تيشوفوا هذيك الماده، شنو هما الاوبجيكتيفز ديال التيتشين ديال هذيك الماده، اتسيتيرا اتسيتيرا. يعني يكون ديك الساعه انتم غادي تخدموا على شي اريا مضبوطه، ما تخليوش التوبيك لايك ذات. يعني وي شود نارو داون ذا توبيك، نحصروا في واحد الموضوع اللي نقدروا نبحثوه في هذيك المده اللي عندنا ديال الدراسه، سواء في ليسونس سواء في الماستر سواء في الدكتوراه سواء في البحث عادي. دونك هنا غادي خصكم بزاف د الحوايج. التوبيك الخامسة the effectiveness of extracurricular activities or learners motivation. هنا extracurricular activities ولا school life هي ولات مهمة بعد الإصلاحات الجديدة ديال الرؤية الاستراتيجية، يعني strategic vision والقانون الإطار الجديد ديال التعليم. دونك تفعيل الحياة المدرسية، هنا شنو هما extracurricular activities، وشنو هو الدور ديالهم بالضبط في الموتيفيشن ديال learners. حيتاش كاين واحد المشكل ديال burnout، students cannot stay motivated the whole year. ضروري من هذوك extracurricular activities to you know to change هذا الروتين ديال القراية etc. دونك يعني تقدروا تبحثوا في، يعني انا غير اقتراحات، نتوما تقدروا تختاروا اي موضوع. الموضوع السادس the status of teaching English in vocational education ولا English for specific purposes. هاد القضيه راه مهمه بزاف. انا كنت غندير واحد الدراسه على هاد status of ESP فاش كنت نقرا في الماستر، ما عجبش درتو غير بحث عادي ونشرته عادي. دونك ما توش بشي بحث ديال الماستر، حيتاش درت يعني موضوع اخر على حساب تاني الاختصاص ديال الاستاذ، حيتاش الاختصاص ديال الاستاذ هو اللي تعاود يحدد لك تاني اشنو غادي دير، واش يعني الاستاذ غيوافق لك على هذيك التوبيك ولا لا، على حساب هو الاختصاص ديالو، على حساب المشاريع البحثيه اللي عنده، لا سواء في اللابوراتوار سواء في يعني في سير الدكتوراه وسير الماستر حتى في سير الاجازه. دونك هنا خدينا الكيس اوف فوكيشنال سكول اوف بي بي تي كيس ستادي. تقدر تاخذوا اي كيس بحال ان سي جي بحال اف اس تي بحال نتيني درار اي مين لوت اوف كيسز. The use of English in economic e-commerce websites like AliExpress as a case study. هنا كيما تشوفوا English ولا predominant في الإيكوميرس، وغنحاولوا ندرسوا مثلا ندرسوا ديك الإنجليش يعني linguistically speaking، يعني شنو هما strategies that are used. نقدروا نستخدم نقراو مثلا stylistic devices used، نقدروا نقراو الجرامر، يعني تقدروا نحدوا بالضبط. يحتاج هذا الموضوع يبقى يعني واخا هكاك يعني general we should narrow it down. Topic number 8 teaching English by Peace Corps volunteers the youth center in Kedakda city for instance as a case study. دونك هنا كيما تعرفوا كاينين بعثات اجنبيه سواء في الامريكان سنتر سواء في Peace Corps volunteers اللي تيقريو لونغلي، يعني في اطار شراكه مع وزاره الشباب والرياضه ولا وزاره التربيه الوطنيه. دونك هنا بغينا نشوفوا شنو هما دوك استراتيجيز يوزد باي هذوك الانجليش تيتشرز نيتيف سبيكرز ان ذا كيس اوف بيس كور فولنتيرز اللي تيقريو بها اللونغلي، وكيفاش تيتعاملوا مع ديفرنت ليفلز، يعني يكون هذه هي يعني الريسيرش اوبجيكتيف ولا الاوبجيكتيفز. وديك الساعه ندرسوها اون ديتا، يعني نديرو اوبزيرفاسيون، نحضروا الدروس اللي داروا، نقيدوا شنو هما لي تكنيكس اللي تستعملوا مثلا، ونوصفوا نعطيو دراسه وصفيه ديال اشنو تيجرى بالضبط. هادشي اللي كاين بالنسبه للتوبيك نمبر 9. كاين ايفالويشن اوف انترناشونال لانجويج تيستينغ سيستمز ذا كيس اوف ايلتس اند توفل. هادي تنصح بها الناس اللي تي مستعدين انهم يدوزوا مثلا الايلتس ولا توفل وناويين يمشيو على برا. دونك الا درتي في بحث ديالك في هذا الموضوع غادي يعاونك بزاف، حيتاش غادي انت اصلا غادي تتعلم اشنو هما استراتيجيز ذات ار يوزد ان تيستين، تعلمهم ليك على اساس انك غت اوبتيميزي يعني الكيفيه ديال البريباراسيون ديال هاد الامتحانات، او ميم طون تدير البحث ديالك. توبيك نمبر 10 ذا ستيتس اوف تيتشينغ انجلش ان تشاينا ذا كيس اوف موروكان ايفل تيتشرز. يعني هادي توبيك حتى هي يعني نيو توبيك، بزاف ديال الطلبه خريجين ديال شعبه خصوصا شعبه اللغه الانجليزيه تيدرسوا اللغه الانجليزيه في الصين، وبالتالي نقدروا نديروا شي دراسه هنا اونلاين على هذوك التيتشرز كيفاش تيشوفوا شنو هما الاجراءات
من هنا انت غادي تتعلم شنو هما الاجراءات في حال الا كنتي غادي تمشي حتى لتشاينا تشوف داكشي ديال الترانسليشن ديال ترانسكريبتس والسيرتيفيكيتس وكل حاجه بشحال تطلع مثلا، تشوف شنو هما البروسيجرز الادمنستراتيف بروسيجرز اللي تاخذوا الوقت اللي ياخذوا، تشوف الكوست، تشوف مثلا اللايف كونديشنز، تشوف شنو هما التكنيكس اللي تستخدموا دوك. يعني تقدر تقسم الدراسه لبزاف ديال الارياز وتخدم عليها، دونك انت على حسب الاحتياجات ديالك ومين تطور الاحتياجات ديال الطلبه اخرين اللي عندهم نفس الاهتمام. هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد تو توبكس اللي هما Moroccan English Department students or attitudes towards the new bachelor system. كما تعرفوا ان المغرب غادي ينهج هاد الباتشلر سيستم البكالوريوس، بغينا نشوفوا حنايا وجهات نظر ديال الطلبه ديال الانجليزيه فيما يخص هاد الباتشلر سيستم، واش غيديروا، شنو هما الحوايج اللي تيشوفوا مزيانين فيه، شنو هما الحوايج اللي تيشوفوا نيجاتيف فيه، وغادي هكاك باش نعرفوا مثلا نديروا له واحد البري ايفالويشن نشوفوا واش غادي يخدم مثلا ولا لا، على الاقل واش الطلبه غيبغيو يديروه ولا ما غيبغيوش يديروه. Topic number 12 هي Moroccan English Department students attitudes towards distance education. كيما تعرفوا التعلم عن بعد، التعليم عن بعد كيما تديروا نتوما حاليا، يا اما تتفرجوا في يوتيوب ولا تشاركوا دروس اونلاين ولا، دونك كاينين بزاف ديال الطرق كيتسمى distance education سواء كانت synchronous ولا asynchronous ما يهمش. دونك اللي يهم هو غنشوفوا شنو هما وجهات نظر ديال الطلبه فيما يخص هاد ديستانس ايديوكيشن، واش يبغيو مثلا يتعلموا عبر ديستانس ايديوكيشن ولا يبغيو يمشيو للكلاس روم ويتعلموا في بريك اند مورتر كلاس رومز كيما تنقولوا لهم، يعني فيس تو فيس. يعني اشنو الطلبه يعني الماجوريتي اوف ذيم بريفير. هادشي اللي كاين، الا كان عندكم الا عجبتكم شي توبيك يعني كتبوا الرقم ديالها في كومونتير، نقدر انا نعطيكم يعني اقتراحات اخرين بالنسبه ديال انا التخصص ديالي في الابلايد. نشوف الا كانوا توبيكس اخرين في مواضيع اخرى غادي ننشرهم، ونتلاقاكم في فيديو اخر ان شاء الله، وحد موفق.